أهلا بكم إلى هذا الخاص. أعلنت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إيفي أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيقوم غدا الأربعاء بزيارة إلى مدينتي مليلية وسبتة، وسيكون مرفوقا برئيسي المدينتين المحتلتين على إثر انطلاق المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا. تقارير إعلامية إسبانية ذكرت أن هذه الزيارة من المرتقب أن تكون البداية الرسمية لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع المملكة المغربية بعد أكثر من سنتين من الإغلاق بسبب كورونا والتوتر الذي كانت عليه العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على بعد أيام قليلة من إعلانه في رسالة إلى الملك محمد السادس عن دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية، وهو ما دفع إلى هذه التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما يتوقع أن تستقبل المملكة المغربية وفدا حكوميا يقوده الرئيس سانشيز لتفعيل وإعطاء انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين بعد انتهاء أزمة دبلوماسية دامت أكثر من 10 أشهر بسبب استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي. وخلف إعلان إنهاء الأزمة بين الرباط ومدريد ارتياحا كبيرا لدى سكان مليلية وسبتة، خاصة الذين تعود أصولهم إلى المغرب، غير أنه يتوقع أن يكون إعادة فتح الحدود من جديد مرهون فقط بتنقل المواطنين والمسافرين والسياح، ويستبعد عودة نشاط التهريب المعيشي من جديد. للمزيد من الأخبار يرجى التفضل بزيارة موقعنا ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.